طلعنا من عربية الفول. عربية الفول هي التراث المصري الأصيل. معظم العربيات اللي في المناطق الشعبية مكتوب عليها الفكر دوت، مكتوب عليها الأمثال الشعبية كلها. طلعنا على الدنيا لأن الأمثلة دي شغالة، حطيناها على عربية الفول كلها. الأمثال ديت ليها قصص وليها حكايات. الصبر مفتاح الفرج. بيكون داخل عليك واحد مثلا مخنوق بيقراها بيستقر. يا ناس يا عسل، الحاجة فلان وصل برضو بتوصل رسالة. يا بركة دعاهم ساعة رضاهم بتوصل رسالة. نجمة العتبة، نجمة شامبليون، بس برضو ايه، ممكن يكون واحد تاية بيعرف هو فين. الامثال اللي احب اكتبها على عربية الفول: الصبر مفتاح الفرج، بيع اللوز بيتكتب كده برضو على عربية الفول. لما يكون الخط حلو ومكتوب بخط عربي ومتزوق كويس الناس بتعلق عليه. الخطاط ده فين؟ بيبعد احيانا بتبقى مصدر رزق للخطاط. الامثال الشعبيه مرتبطه بثقافه الشعب المصري، ليها طبع مميز، وبعد احيانا بيكتمل الفكر وهم واقفين. ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، بيقولوا ده طلع عشان كذا، ويقولوا ده بيتعامل كذا، الفكر بتاعهم بيفكروا المثل ده طلع ازاي، بيعمل حوار، حوار ما بين الناس اللي واقفه بتفطر. جدي كان بيحب القرايه وكان متدين، فكان كتب بعض الكلمات ايات قرانيه وبعض الايات عن طريق الثقافه المصريه، زي مثلا كلوا من طيبات ما رزقناكم، او هذا من فضل ربي. فدي كانت كلمات مثلا من اللي هي الحاجات الدينيه. الثقافه بتاعتنا المصريه لما بتحب تكتب حاجه او كده بتبقى اكترها ديني، وفي برضو زي ثقافات برضو تانية، زي كاتب برضو كلمه الناحيه التانية: بالصبر تبلغ ما تريد، بالتقوى يرين لك الحديد. كذا حد يجي يسال عليها، كذا حد يجي يصور برضو الكلمات ديت. يعني هي حاجات قديمه بس لحد وقتنا هذا الناس بتقراها، الناس بتتكلم عليها كده. يعني انت بتختار الحاجه اللي انت حابب تكتبها على المكان بتاعك او كده، فدي حاجات احنا حابينها. مثلا هنا في مجال اكلنا بنكتب بعض الكلمات مثلا زي كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا من فضل ربي. تختلف مثلا محل مثلا عصير مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بتختلف من مكان لمكان. ممكن جملة انت تشوفها مثلا تلفت انتباهك، فالجملة دي تخليك ان انت تيجي المكان تجرب المكان او كده. كذا حد يجي يجرب المكان بسبب انه مثلا يشوف جملة زي كده. احنا حافظنا على الكلام كله اللي مكتوب دوت، الكلام دوت من سنة 74 ويمكن قبل كده كمان، ويمكن كمان احنا ضفنا بعض الكلام زي اذكر الله. دي بعض الكلمات اللي احنا ضفناها يعني، بس مش كلمات كتيره يعني بصراحه. يعني اكتر الكلمات احنا محافظين عليه من ساعه ما جدي كان موجود.